كده خلصنا الجلوكوز التوليف بتاعه، حاجه اسمها يورونيك اسيد تصوير. يبقى اخر تصوير حاجه اسمها ايه؟ يورونيك اسيد تصوير. التصوير بتاع المره اللي فاتت اللي هو الاكسوز بروستيشن طلعنا فيه حاجه اسمها جلوكونيك، عشان ما ينساش، جلوكونيك اسيد سميناه جلوكونيت، كان اسمه كده 6 فوسفو جلوكونيت. وقلنا سميناه جلوكونيك اسيد ليه؟ لان احنا اكسدنا المجموعه اللي فوق سي او او اتش وبقيه الجلوكوز زي ما هو. طيب الباسورد بتاع النهارده اسمه ايه؟ اسمه يورونيك اسيد، عشان ما تلخبطش بقى، يورونيك اسيد. طب يورونيك اسيد معناها ايه؟ معناها عكس ده، يعني احنا النهارده هنطلع حاجه اسمها يورونيك اسيد. في الجلوكوز اسمه كده جلوكو وكلمه يورونيك كامله، جلوكو يورونيك اسيد. مين ده؟ اقول له الجلوكوز زي ما هو بس تحت السي او اتش. يبقى انا عندي باسوين بدل السي اتش او خليتها سي او اتش، وعندي باسوين تاني اللي انا هقوله النهارده بدل السي اتش 2 او اتش هتبقى هي الايه؟ السي او اتش. ده بتاع الاكسوز مونوكسيد شنط اللي احنا خدناه خلاص، وده بتاع النهارده اللي هو اسمه جلوكو يوريك اسيد. يلا عناوين بقى ثابته كده. اول حاجه ديفينيشن، ايه هو دوت؟ اقول له ده من ضمن حاجه اسمها المينور اوكسيديتيف باسويت. يبقى لما يجي يقول لي مين المينور اقول له الاثنين اللي احنا خدناهم دول، اللي هو حاجه اسمها ايه؟ اكسوز مونوكسيد شنط اللي فات، والنهارده اللي هو اليوريك اسيد باسويت. مين الميجور؟ اقول له الثلاثة اللي خدناهم مع بعض. يبقى انا عندي دول ميجور ودول مين. حاجة تانية السايت، ايه لازمة او ايه مكان اليورونيك اسيد باسوي؟ اقول له يورونيك اسيد باسوي ده بيحصل ان ميني تيشوز زي اخوه اللي فات، وادام في ميني تيشوز يبقى مش هحدده، معناها ان هو بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. يبقى بيحصل في السيتوبلازم. يبقى احنا خدنا كام حاجة لغاية دلوقتي بتحصل في الميتوكوندريا بس؟ جوه الميتوكوندريا فقط حاجتين، اوكسيديتيف ديكاربوكسيشن وسيف سايت. ما دون ذلك بيحصل فين؟ بيحصل في السيتوبلازم. طيب نيجي للعنوان الثاني، ايه الامبورتنس بتاعته؟ ايه لازمه الباسواي دوت؟ اقول الباسواي ده مهم جدا ولازمته سهله قوي. بص اول حاجه ان هو بيطلع حاجه اسمها جلوكو يورونيك اسيد اللي هو اسم التصوير نفسه. يبقى هو اول فايده ليه هو اسمه يورونيك اسيد باسواي، فايدته ان هو بيحول الجلوكوز لحاجه اسمها جلوكو يورونيك اسيد. طب هو الجلوكو يورونيك اسيد ده مهم في ايه؟ اقول له السنه اللي فاتت في الكربوهيدرات كنا بناخد حاجات اسمها الجلايكوز امينو جلايكانز، اللي هم كان حاجه اسمها الهيبارين وحاجه اسمها دمتان صلفيت وكيتان صلفيت وهيالورونيك اسيد وكوندروتين صلفيت. الحاجات دي، الحاجات دي لو انت تفتكر كده ترجع بالذاكره انت سمعت الاسم ده قبل كده. الجلوكو يورونيك اسيد كان في حاجه اسمها ان اسيتايل، خلاص كده جلوكو يورونيك اسيد وحاجات زي كده. الجلوكو يورونيك اسيد ده بيخش اول فايده ليه في الحاجات دي اللي هي مين؟ جلايكوز امينو جلايكان. طب احنا هناخده السنه دي تاني ولا هو السنه اللي فاتت بس؟ اقول له هناخده السنه دي في حاجه اسمها كونجيوجيشن رياكشنز. فين بتحصل دي؟ بتحصل في الليفر. ايه الكونجيوجيشن رياكشنز دي وايه علاقتها بالجلوكو يورونيك اسيد اللي احنا بنستخدمه؟ يقول لك انت عملت ميتابولايت وطلع عندك ماده، المادة دي أنت مش عاوزها خلاص، ويست برودكت، وأنت عاوز الويست برودكت دي تعمل لها اكسكيوشن في اليورين. طيب كويس، الويست برودكت اللي أنت طلعتها دي انسوليبل، حاجة ما بتدوبش في المية. احنا هناخد أمثلة بقى بالتفصيل بس عاوزك تفهم الكلمة دلوقتي. يبقى الويست برودكت اللي طلعت من جسمك دي حاجة انسوليبل. طب الانسوليبل ده هتنزله في المية ازاي؟ هتنزله في اليورين ازاي؟ أي حاجة هتخرج في اليورين لازم تبقى سوليبل. طيب إيه الحل؟ يقول لك تقوم الماده ده ايه؟ راح الليفر. يقوم الليفر لازم فيها حاجه اسمها جلوكو يورونيك اسيد. كلمه ان الماده ده ايه؟ لما تروح الليفر يقوم يمسك فيها مركب اسمه جلوكو يورونيك اسيد، الحركه ده ايه؟ اسمها كونجيوجيشن ارتباط، كونجيوجيشن. فيسموا اللي حصل ده كونجيوجيشن رياكشن. فايدته ايه؟ قالوا الجلوكو يورونيك اسيد ده سوليبل، ده سوليبل، بيعمل كربوهيدرات سكر، خلاص كده؟ سوليبل، وبالتالي لما يمسك في الحاجه الانسوليبل دي خليها سوليبل، فيبقى سهل ان احنا ننزلها في اليورين، اتحولت لسوليبل. يبقى ايه فائده الجلوكو يورونيك اسيد اللي انا هطلعه النهارده من الباسواي دوت؟ واحد ان هو بيكون لي مركبات مهمه، اهم حاجه في جسمنا منها الهيبارين والهيالورونيك اسيد اللي هو الجلايكوز امينو جلايكانز. حاجه ثانيه
اقول له ده نخش في تفاعلات انا عارفها بالتفصيل، دي سؤال واحده في الامتحان كده اخر السنه اسمها conjugation reactions. اول حاجه هي بتحصل فين؟ اقول له بتحصل في الليفر. ايه فائدتها؟ فكره كده لغايه ما اعرفها بالتفصيل في اخر السنه. اقول له لو انا طلعت الجسم ماده انسوليبل وعاوز اعمل لها اكسكريشن في اليورين، تقوم الماده دي راح الليفر يحصل لها conjugation. conjugation يعني ارتباط بمين؟ الجلوكيوليك اسيد. تقوم تتحول من انسوليبل لسوليبل. تقوم يبقى سهل علينا ان احنا نعمل لها ايه؟ اكسكريشن في اليورين. يبقى لما يجي يقول لي ايه هو الجلوكيوليك اسيد ده وايه فائدته؟ اقول له بيخش في تكوين شويه مركبات اسمهم جلايكوز امينو جلايكات. الحاجه الثانيه اللي بيخش فيه الكونجيوجيشن ده. بيسالني يقول ايه الكونجيوجيشن دي؟ اقول له الويست برودكتس الانسوليبل بيروحوا الليفر يمسكوا في الجلوكيوليك اسيد يبقوا سوليبل يحصل لهم اكسكريشن فين؟ في اليورين. طيب تاني فائده للبصوي اللي احنا هناخده ده ايه؟ اقول له ان هو بيطلع حاجه اسمها الاسكوربيك اسيد. يبقى بيطلع ماده ثانيه ضمن البصويه واحنا ماشيين هنشوفها دلوقتي ان الجلوكوزيك اسيد مش بس هو اللي بيطلع، لا ده في ماده ثانيه اسمها ايه؟ الاسكوربيك اسيد. ايه الماده دي؟ خطيره جدا 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 لحفظ اسمك. ليه؟ لانها اسم الدلع بتاع الفيتامين سي، واحنا هناخد الفيتامين السنه فنعرف كل فيتامين بالاسم بتاعه. يبقى ال اسكوربيك اسيد ده، الاسكوربيك اسيد ده اهو ال فورم بتاعه ده اسمه الفيتامين سي. يبقى الفيتامين سي، الفيتامين سي بيطلع في الباسوي بتاع النهارده. يعني احنا النهارده هنشوف الفيتامين سي قدامنا كده اللي هو اسمه ايه بالانجليزي بقى؟ اسمه ايه بالكيمياء؟ ال اسكوربيك اسيد. حلو كده؟ طيب سؤال، هو انتوا عارفين اصلا يعني ايه فيتامين؟ يعني ايه فيتامين؟ فيتامين ده فاكرين لما كنا بنقول اسينشال فاتي اسيدز واسينشال امينو اسيدز؟ الاسينشالز دول هم ايه؟ كالوت بي سنسيتايز ذا بودي ماست بي كده صح كده؟ اي حاجه عشان اقول عليها فيتامين لازم تبقى اسينشال. حد فاهم حاجه؟ يعني ادام قلت فيتامين معناه ان هو ما بيتصنعش فين؟ ها؟ في جسمك. يبقى الفيتامينز دي كانوت بي سنسيتايزد ان ذا بودي وماست بي تيكن فين؟ ها؟ في الدايت. لان لما اجي اقول لك واحد ما بياخدش الفيتامينات الفلانيه فجاله نقص الفيتامين، طب ما لو كان جسمه يصنعها خلاص. عمرك سمعت ان واحد عنده نقص في الجلايكوجين؟ طب ما هو جسمه بيصنع الجلايكوجين. حد سمع ان في اقراص جلايكوجين؟ مفيش. بس في اقراص فيتامين سي وفي اقراص فيتامين دي وفي اقراص فيتامين ايه. ليه بقى؟ لان الحاجات دي احنا ما بنصنعهاش في جسمنا، ادام هي فيتامين يبقى كانوت بي سنسيتايز ذا بودي، وبالتالي لو ما اكلتهاش يحصل لها ديفيشنسي، ولو حصل لها ديفيشنسي تتعب. اديك علاج، العلاج ده هو الايه؟ اللي هو الفيتامين. فاهمين قصدي؟ يبقى اي حاجه بعد كده ادام انا قلت عليها فيتامين يبقى كانوت بي سنسيتايز ذا بودي. عشان كده هتاخده في الفسيولوجي ان الفيتامين دي بيصنع في جسمنا، وهناخد البصيل بتاعه. الفيتامين دي ده اهو بيجي من الكوليسترول، متخد كمان السنه اللي فاتت. فيتامين دي بيجي من الكوليسترول، يعني لو خد شويه كوليسترول يجي له فيتامين دي. عشان كده العلماء في العالم كله دلوقتي لغوا الكلمه دي، بقى اسمه هرمون دي. وهتلاقوا مكتوب عندكم في السيرش كده هرمون دي مش فيتامين دي. ليه؟ لان فيتامين كانوت بي سنسيتايز ده، ودي خلاص خلصت بقى. فيتامين ما بيتصنعش في الجسم. تقول يا دكتور الكلام ده كله اهو عكس الكلمه دي. لان البصيل ده بيحصل في جسمنا صح؟ وبالتالي المفروض ان المنطقيه كده انا اقدر اجيب من الجلوكوز، اقدر اجيب من الجلوكوز الايه؟ الفيتامين دي. بص بقى اتمنت الجمله except in humans. يعني كل الكائنات الصغيره القطط والفئران وكل ده يقدر يجيب الفيتامين سي من الجلوكوز ما عدا احنا. احنا ما نقدرش. عشان كده بيسالك في الشفا بقول لك ايه الفيتامين اللي بالنسبه لك انت فيتامين وبالنسبه للقطط والكلاب مش فيتامين. مين اسمه ايه بقى؟ فيتامين سي. هم يقدروا يجيبوه هم، بس احنا لازم ناكل الليمون والبرتقال والحاجات دي عشان نجيب الفيتامين سي. يبقى السكه اللي في الباسوي اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي بتطلع الفيتامين سي الحته دي مش شغاله عندنا احنا. احنا بالنسبه لنا مش شغاله، ما نقدرش نجيب الفيتامين سي منين؟ من الجلوكوز. بس اللو اورجانيزمز، اللو اورجانيزمز الحاجات الفصائل اللي اقل مننا كلها تقدر تجيب الفيتامين ايه؟ سي. هو بالنسبه لهم نقطه فيتامين، بس بالنسبه لنا احنا ايه؟ بالنسبه لنا احنا فيتامين. يبقى لما اجي اقول لك ايه فوائد الباسوي ده؟ تقول لي حاجتين. الراجل ده يا دكتور بيطلع الجلوكيونيك اسيد اللي بيخش في الجلايكوز امينو جلايكانز وفي حاجه اسمها كونجيوجيشن رياكشن. الحاجه الثانيه بقيه الاورجانيزم في اللو اورجانيزمز بيطلع الفيتامين سي، عندنا احنا ما بيطلعش. خلاص كده يا شباب؟ طيب ناخد بقى الباسوي. كده البصوي خلص اهو.
يعني مفيش بقى حاجه ثاني، لا انرجي ولا ريجوليشن ولا كل العناوين بقى خالص. هم الثلاث عناوين دول عاوز اتعرفهم في التصوير ده وبس بتاعهم. يلا مش عاوز زن. ادي جلوكوز اهو مش عاوز زن. اول حاجه ادي الجلوكوز 6 فوسفيت اللي احنا بدانا بيه الباسوي اللي فات برضه نفس الشكل اللي هو بيبقى فيه كونكشن بين الكربون رقم 5 وبين الكربون رقم 1 عن طريق اكسجين ماشي. وبعد كده ادي ايه، ادي فوسفيت موجود عند الكربون رقم 6 يبقى ده حاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفيت. جلوكوز 6 فوسفيت. طيب الجلوكوز 6 فوسفيت ده هيتحول للمنظر اللي انا هقوله دوت. بصوا معايا كده هيتحول للمنظر ده. ادي نفس اسم الجلوكوز هو هو، دي بقت CH2OH وادي 5 ماسكه في 1 و4 OH H 3 معكوسه HOH 2 OH H و1 بقت H و O و B. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اقول له كل اللي حصل ان انا عملت تبديل، بس بدلت الفوسفيتا دي بالهيدروجينة دي، مفيش حاجة تاني. خدت الفوسفيتا اللي في 6 اللي في 6 طلعتها في 1 وخدت مكانها الهيدروجينة اللي في 1 نزلتها في 6. يبقى أنا نقلت الفوسفيت، نقلت الفوسفيت على نفس المركب من 6 خليته في 1، يعني المركب ده اسمه كده جلوكوز 1 فوسفيت. طبعا سيادتك جنابك حضرتك المفروض تقول لي اسم الانزيم. ميوتيز. صح كده. الانزيم اسمه ايه؟ اسمه ميوتيز. الانزيم ده ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل؟ ريفرسبل زي بتاع الجلايكوز. يعني انا ممكن احول واحد لسته تاني عادي خالص. يبقى الانزيم اللي بين المركب على الفوسفيت على نفس المركب نقله من 6 لواحد. طب ممكن ينقله من واحد يرجعه في 6؟ اه. يبقى دي اول خطوه. حولت الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز 1 فوسفيت. طب تعالى الخطوه الثانيه سهله كده مفيش حاجه. تعالى الخطوه الثانيه. هنعمل ايه بقى؟ انا هندخل حاجه اسمها يو تي بي. اول مره ناخدها حاجه اسمها ايه؟ يو تي بي. طيب وهنطلع حاجه اسمها بايو فوسفين. ركز معايا. اليو تي بي ده اللي هو مين ده؟ ده ابن عم الاي تي بي. بدل ما انا حاطط حاجه اسمها ادينوزين خلاص كده انت بايو فوسفين، خليتها اسمها يوريدين اللي هي البيز بتاعتها يوراسيل. يبقى زي ما انا عندي ادينين ادينوزين عندي يوراسيل يوريدين. فالراجل ده اسمه ايه؟ اسمه كده اسمه يوريدين تراي فوسفيت. اسمه يوريدين تراي فوسفيت. كويس. ادي اليوريدين تراي فوسفيت هعتبر ان دي كده اليوريدين اهي وبعد كده معاها الفري فوسفيت. يبقى المركب اسمه ايه؟ يوريدين يوريدين تراي فوسفيت. طيب كويس. انا لما دخلته وبدله كده شلت منه ايه من الاول كده؟ اقول له شلت منه بايو فوسفيت، يعني انا لقيت الاثنين دول. لقيته شلت بايو فوسفيت طلعتهم قدامي اهو. يبقى ايه اللي فاضل معايا انا؟ ايه اللي فاضل معايا هخش في المركب؟ هقول له اللي فاضل معايا اليوريدين ومعاه فوسفيتا واحده. بس. يبقى انا المفروض دلوقتي انا دخلت يوريدين تراي وطلعت بايرو، يبقى اللي معايا دلوقتي هحطه على الجلوكوز ده اهو هو اللي تحت ده اللي هو اسمه ايه؟ يوريدين مونو مونو. طيب هحطه فين؟ بص هحطه هنا. اقوم جايب الفوسفيتا ده لازقها في اختها دي وبعد كده اليوريدين. يبقى تاني عملنا ايه؟ دخلنا يوريدين تراي اهو، شلت منه بايرو من الاول كده اهو. ايه اللي فاضل؟ مونو اللي فاضل واحده بس. هقوم جايب الواحده دي اللي هي ده اهي لازقها في اختها اللي موجوده اصلا هو اسمه جلوكوز 1 فوسفين وهي ماسكه في اليوريدين. ماشي كده؟ يبقى انا لما اجي اكتب المركب اللي اهو هكتبه زي ما انا كاتبه كده اهو. هكتب كده كربون 5 6 كربون اسف تحت CH2OH
وبعد كده ادي الكربون من 5 اهي او اتش 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 او اتش او اتش اتش وبعد كده هنا اتش او وكان في بي. انا عملت ايه؟ انا رحت جاي مزود بي كمان وبعد كده يويدين. ده كل اللي انا عملته، زودت على الفوسفيتا دي اللي هي موجوده، زودت بي كمان وبعد كده يويدين. جبتهم منين؟ من اليويدين تراي فوسفيت بعد ما طلعت البايرو فوسفيت. السؤال بقى، المركب ده يبقى اسمه ايه؟ بص معايا، الجزء ده على بعضه تعرف تسميه؟ اليوريدين بالاثنين فوسفيت اللي معاه، تعرف تقول ده اسمه ايه؟ يوريدين داي فوسفيت. طب وبالاحمر ده اسمه ايه؟ جلوكوز. يبقى المركب اسمه كده يو دي بي جلوكوز. انت اللي قلته، هو اسمه كده، اسمه يوريدين، يوريدين داي فوسفيت صح، وبعدين جلوكوز. يبقى يوريدين داي فوسفيت جلوكوز. الداي فوسفيت دول جايين منين؟ واحده اصلا جايه مع الجلوكوز اللي هو كانت سته وبعد كده بقت واحد، والثانيه جايه مع اليوريدين لان هو كان تراي، طلعت اتنين بقى واحد. التوتال اللي موجود في المركب اتنين، واحد جاي من الجلوكوز والثانيه جايه من اليوريدين، فالمركب اسمه يوريدين داي داي فوسفيت وبعد كده ماسك في الجلوكوز. يبقى اسمه ايه؟ اسمه يو دي بي. بنقول بقى كده على طول وتكتبه كده في الامتحان، يو دي بي جلوكوز، يو دي بي جلوكوز. طيب جميل، اللي عمل القصه دي اسمه ايه؟ اقول له اسمه فوسفوليوليز. بس خلي بالك عشان نميزه بنقول ان هو فوسفوليوليز طلع اثنين ايه؟ فوسفين. فنقول عليه كده بايرو يعني اثنين، فوسفوليوليز. يبقى بقول لك الانزيم هنا اسمه ايه ده؟ المره الاولانيه والاخيره اللي هناخد اسم الانزيم ده، خدوا مره واحده بس في المنهج اهو، بايرو فوسفوليوليز. عمل ايه؟ طلع بايرو فوسفيت وبعد كده عمل فوسفوليشن بالفوسفيتا اللي فاضله، خلي الفوسفيتا اللي فاضله ضافها هنا، فيسموه كده بايرو وبعد كده ايه؟ فوسفوليوليز. جميل. طيب الخطوه الثالثه، يبقى هي دي الخطوه اللي في البصوي، يعني هي الحته اللي انا قلتها دي اللي في البصوي، الباقي كله بقى سهل جدا. بص الخطوه الثالثه، هو احنا عاوزين نطلع حمض اسمه ايه؟ ها؟ جلوكو يورونيك، صح كده؟ يعني ايه جلوكو يورونيك؟ يعني عاوز احول ده اهي لسي او اتش، عشان انا المره اللي فاتت حولت اللي فوق، اللي فوق اتقفلت خلاص عشان حطيت فيها يو دي بي، ما اقدرش اجي ناحيتي، فما قداميش الا مين؟ ما قداميش الا اللي تحت دي، اللي هي سي اتش 2 اتش. يلا، لو انا عاوز احول ده اهي لسي او اتش، تعالى نكتب المركب الاول اهو، يبقى انت هتكتب نفس المركب اللي انت كاتبه وتخلي اللي تحت سي او او اتش. يبقى انا عندي اهو وبعد كده او اتش 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 او اتش او اتش اتش، هنا اتش وهنا او، وبعد كده ماسك فيها يو دي بي. ممكن بقى تكتبها على بعضها كده صح، او تكتب اتنين فوسفيت يودين صح. ماشي، يبقى انا كل اللي عملته انا نقلت المركب ده هنا، كل اللي فاضل ان انا عاوز احول سي اتش 2 اتش دي عاوز احولها بقى لايه؟ لسي او او اتش. طيب سهل، مطلوب مني ايه؟ اقول له مطلوب مني اشيل هيدروجينتين واحط اكسجين، ده اللي مطلوب عشان احول السي اتش 2 او اتش لسي او اتش اهي، هشيل الهيدروجينتين دول واحط ايه؟ ها؟ واحط ميه، طب واحط اسف ايه؟ اكسجين. طب انا هشيل الهيدروجينتين اهو وكلكم هتعملوها زي كده اكيد، يعني هجيب نات احوله لنات اتش بلس اتش، ما فيهاش مشكله دي. لو انا عاوز اخد الهيدروجينتين دول هجيب لهم نات، هجيب لهم نات ادي له الهيدروجينتين دول يتحول لنات اتش بلس اتش، يبقى انا خلصت من دي، شلت الهيدروجينتين. فاضل ايه؟ فاضل اجيب اكسجينه. طب هنجيب الاكسجينه منين؟ قال لي هنجيبها من الميه H2O. طب انا لو جبت الاكسجينه من الميه فاضل عندي ايه مش عاوزهم؟ صح؟ اجيب لهم نات كمان يشيل الهيدروجينتين بتوع الميه. يبقى بقوا اثنين نات يتحول لاثنين نات اتش بلس اتش. اقول تاني، انا عاوز اشيل هيدروجينتين واحط اكسجين. سهل، شيل هيدروجينتين خلاص، هات نات حط عليه الهيدروجينتين دول يتحول لنات اتش بلس اتش. عاوز اكسجينه هجيبها من الميه، طب انا لما هاخدها من الميه هيبقى هيدروجينتين مش عاوزهم، هات لهم نات كمان يتحول لكمان نات اتش بلس اتش، ويبقى انا شلت الهيدروجينتين دول. في الاخر عملت ايه كده؟ شلت الهيدروجينتين رميتهم،
وجبت الاكسجين بتاعت الميه حطيتها بقت سي او او اتش، اتحول لايه ده؟ جلوكو يورونيك اسيد، بس مش لوحده، ده معاه ايه؟ يبقى اسمه كده يو دي بي جلوكو يورونيك اسيد، يبقى تحول ليو دي بي جلوكو يورونيك اسيد. طيب والانزيم اللي عمل المعادله دي يبقى اسمه ايه؟ اكيد طبعا ملوش حل تاني، اسمه دي هيدروجينيز. يبقى احنا خدنا اول حاجه الميوتيز، بعد كده البايروفوسفوليوليز، وبعد كده الايه؟ الدي هيدروجينيز. لغايه الخطوه دي عليك رسومات. يبقى لغايه الخطوه دي زي البصور اللي فات كده، اول ثلاث خطوات. بعد كده اسماء بس. يعني بعد الخطوه اهي هقول اسامي مش اكتر من كده. اليو دي بي جلوكيورونيك اسيد لو انا شلت منه اليو دي بي يتحول لايه؟ ها؟ يتحول ايه الخطوه اللي بعدها؟ جلوكو يورونيك اسيد. ازاي وامتى وفين مالكش دعوه. يا سهل يعني مفيش حاجه، بس مش مهم ما تشغلش بالك بقى عشان بصويس كتير قوي. يبقى انا عندي اليو دي بي جلوكيورونيك اسيد هحوله لايه؟ لجلوكيورونيك اسيد. طيب مش هوصل الجلوكيورونيك اسيد ده بعد كده هيتحول لايه؟ قال لي هيتحول لحاجه بتجيلنا في الام سي كيو اسمها جيولونيك اسيد. خلي بالك بقى اسمها ايه؟ جيولونيك اسامي، جيولونيك اسيد. يبقى الجلوكو يورونيك اسيد هيتحول لحاجه اسمها جيولونيك اسيد. طيب واقول لك ليه مهم ده وبيجي لنا في الام سي كيو. طب الجيولونيك اسيد ده بعد كده هيتحول لايه؟ قال لي الجيولونيك اسيد ده هيتحول لحاجه اسمها الزيليولوز. سمعنا الاسم ده قبل كده؟ الفصل التاني كنا بنطلع حاجه اسمها ايه؟ زيليولوز 5 فوسفين. طيب الزيليولوز اللي احنا طلعناه المره اللي فاتت كان ال ولا دي؟ اقول لك يا دكتور بجيب بعرف كده دي ليه؟ لان احنا كنا بادئ بدي جلوكوز وكملت لغايه الايه؟ الريبيولوز وبعد كده، فكل اللي انا كنت شغال عليه كان دي. يبقى اللي طلع في الباسوي اللي فات ده كان دي مش ال. يبقى انا عاوز احول الراجل ده للدي، اعمل ايه؟ بحوله للكحول بتاعه الاول اسمه زيليتول. ده الكحول بتاع الزيليولوز اسمه زيليتول. وبعدين زيليتول ده يتحول لايه؟ يتحول للدي زيليولوز. اشمعنى يعني عاوز اوصل للدي زيليولوز؟ حاجة مفيدة ممكن أحط عليها فوسفيت وأستخدمها في الهكسوز مونو فوسفيت شط. يا بدل ما إيه؟ بدل ما أسيبها. تاني أنا وصلت للجلوكيورونيك أسيد، ده الأساس. اسمه يو دي بي، أعمل إيه؟ شيل اليو دي بي يبقى جلوكيورونيك. دلعه شوية يبقى جيولونيك. وبعد كده أفتكر البصوين اللي قبلها. كنا بنطلع زيليولوز هنا اللي بيطلع ال. عاوز أحوله للدي أحوله عن طريق الكحول بتاعه. طيب لما يا دكتور هو لغاية هنا المهم. ايه لازمة التصوير ده؟ بصوا يا معلم. أول حاجة الراجل المحترم ده هو اللي بيجي منه الأسكوربيك أسيد. فاكرينه؟ اللي هو اسمه إيه التاني؟ فيتامين سي. يبقى أنا لو وصلت للجيولونيك أسيد ده أهو اللو أنيمالز، اللو أنيمالز يقدر يجيب من الجيولونيك الأسكوربيك أسيد. يبقى أنا أهم حاجة على السهم إن أنا أعمل إكس كده أهو وأكتب نوت ان هيومن. دي اهم حاجه عندي. الحوده دي ما بتحصلش في البني ادم، البني ادم لازم يكمل كده للال زيلولوز ده يوصل للايه؟ للزيلولوز دي وخلاص. ملوش هو دعوه بالحوده دي، الحوده دي ربنا خلقها فين؟ خلقها في اللو انيمالز. يبقى الباس واي ده يقدر يجيب الفيتامين سي بس مش من عندنا، مش عندنا احنا عندنا يجيب لنا الجلوكيورونيك اسيد. طيب وبعدين؟ اقول له يتحول لال زيلولوز وبعدين يتحول للزيتون وبعد كده يتحول للدي. يقول لك في امراض وراثيه الخطوه دي بتعلق بتقف. وده سؤال مشهور جدا في الام سي كيو. ايه بقى؟ يقول لي الانزيم اللي بيحول ال زيليولوز للزيتون عندنا يبقى ناقص. فيجي لك في الام سي كيو الديزيز ده اسمه ايه؟ اقول له اسمه كده اسينشال. ولما اجي اقول لك اسينشال في اي مرض وراثي معناها اوف ان نوت كوز. اوف انون كوز، يعني هل الانزيم اللي نقص؟ ولا هل الانزيم موجود بس ان اكتف؟ ولا بيشتغل قوي مش قوي مش بنفس الكفاءه؟ الله اعلم، هما بيقولوا كده. يبقى لما اجي اقول لك اي دي عشان اعرف كلمه سينشال دي كتير قوي. اسينشال في مرض وراثي معناه اوف انون كوز. الديزيز اسمه ايه؟ اسينشال بنتوزويا. عاوز وحش يقول لي فهم ايه؟ اسينشال معناها جينيتك ديزيز اوف انون كوز.
بنتوزويا معناها ايه؟ بنتوز بينزل في اليوري، الكلام ده صح؟ اه. لان ال سايلوز احنا ما بنستخدموش. فلو ما تحولش لسايلوتول ده خماسي، ده بنتوز، هيروح فين؟ هينزل في اليوري. السؤال في الام سي كيو بيقول لك ايه بقى؟ ان الاسينشال بنتوزويا، دي اكتر مره. ان الاسينشال بنتوزويا. اني اوف ويتش هو اللي بينزل في اليوري، ويجيب لك كده يقول لك ال سايلوز سايلوتول دي سايلولوز فاكتوز. يعني في المرض ده اهو مين اللي بينزل في اليورين؟ اقول له ال سايلولوز. ما ينفعش الدي؟ اقول له لا، ده انا حاولت له دي هستخدمه. ده هو طول ما هو ال كده مش عارف يستخدمه. يبقى لما يجي يقول لي الباسواي العظيم ده ايه فايدته؟ اقول له حاجتين، حاجه اللي بتحصل عندنا اللي هو الجلوكيوريك اسيد قلت فايدتها، حاجه ثانيه ما بتحصلش عندنا اللي هو فيتامين سي. ايه الديزيز اللي عليه؟ اقول له ديزيز واحد بس اسمه اسينشال بنتوزوريا. اسينشال يعني اوف انون كوز. بنتوزويا معناها ان ال البنتوز ده اهو اللي بيجي في الام سي كيو اللي هو ال زيلولوز اللي انا ما بعرفش استخدمه بينزل فين؟ بينزل في اليوم. طيب يبقى احنا كده خلصنا الباسوي بتاع الجلوكيوريك اسيد. كده احنا خلصنا الجلوكوز الحمد لله. ايه ده بجد يا عم؟ قول اخواته بقى. حاول ايه؟ مش كل حاجه، انا بقى اقول لك حاول الفراكتوز خلاص كده الجلوكوز او العكس مش ما ينفعش حاول هنا. طيب نيجي بعد كده على حاجه اسمها جالاكتوز بعد معاناتك مع الجلوكوز بيتهيأ لك ساعات كده عقلك الباطن بيصور لك تصور غريب ان الجلاكتوز والفراكتوز دول صفحتين مش مهمين. ساعات ساعات بيجي كده يعني الجلوكوز 40 صفحه وبعدين الجلاكتوز والفراكتوز دول صفحتين ما لهمش لازمه. واذ بيك تفاجئ ان كل الاسئله اللي في الكربوهيدرات جايه في الصفحتين دول. فدول بنفس اهميه الجلوكوز والجلاكتوز والجلوكوز ده الجلاكتوز والفراكتوز. بص بقى معايا الميتابوليزم بتاع الاثنين دول احنا هناخده بطريقه جميله قوي. ايه بقى؟ هتاخده كده. الجلاكتوز ده ايه لازمته في جسمنا؟ حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه ان الجلاكتوز ده لما حد تاكله انا عارف بتاكله فين دلوقتي يقوم جسمك يحوله لجلوكوز عشان هو مش عاوزه وبيحتاج الجلوكوز فيقوم يحول الجلاكتوز ده لجلوكوز. ده حل. الحل الثاني ان انت اساسا ما بتاكلش الجلاكتوز اصلا، يعني ما خدتش اكل فيه جلاكتوز وجسمك محتاجه فهيضطر ان هو يحول الجلوكوز لجلاكتوز. يبقى الميتابوليزم بتاع الجلاكتوز حاجتين، سؤالين. السؤال الاولاني لو انا اكلت جلاكتوز ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ اقول لك بيتحول لجلوكوز. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ الجلاكتوز ده احنا بناكله في ايه؟ ايه مصدره في الجسم؟ اقول له اهم حاجه لاكتوز اللي هو الميلك شوجر. لاكتوز لما بينزل زي ما قلنا في اول حصه بيتهضم فيقوم باللاكتيز انزيم فهو يتحول لحاجتين، يتحول لجلوكوز وايه؟ وجلاكتوز. الجلاكتوز ده لما بيخش الدم عندك ممكن انت مش محتاجه فتقوم محوله لايه؟ لجلوكوز. الكلام ده بيحصل فين؟ اقول له بيحصل ان الليفر. طيب خلاص يبقى انا النص الاولاني ده فهمته. ايه اللي بيحصل في الجلاكتوز؟ بيجي منين؟ بيجي من اللاكتوز. لو اتهضم هيحصل له ايه؟ هيتحول لجلوكوز. والكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في الليفر. طيب افرض بقى انت ما عندكش جلاكتوز خالص، ما بتشربش لبن، ما بتاكلش اجبان ولا حاجه زي كده، وجسمك محتاج الجلاكتوز فهيحول الجلوكوز لجلاكتوز. السؤال هو انا جسمي بيحتاج الجلاكتوز؟ اه. في ايه؟ اول حاجه في النيرفس سيستم. اشهر مثال المايلين. المايلين ده كنا بنسميه سلفو ليفل السنه اللي فاتت. وكنا بنقول في السلفو ليفل دي ان احنا بنحط كبريت عند الكربون رقم 3 بتاعه الجلاكتوز. ما علينا يعني ذكريات. فالايه؟ فالمهم ان الجلاكتوز ده عنصر من عناصر تكوين النيرفس سيستم، يبقى انا محتاج الجلاكتوز في جسمي. زي ايه؟ اقول له زي في النيرفس سيستم. طيب ومين تاني؟ اقول له الام خلاص كده اللاكتيتنج محتاجاه في مين؟ في الماماري جلاند. ليه؟ عشان هي اللي تكون اللاكتوز بقى للطفل للبيبي. في تكوين الميلك يبقى احنا محتاجين ساعات يعني بنحتاج الجلاكتوز.
وبالتالي انا ممكن اضطر ان انا احول الجلوكوز لمين؟ لجالاكتوز. طب الجلوكوز بيتحول لجالاكتوز فين؟ اقول له في الاماكن اللي هو محتاجها، يعني يتحول في النيرفس سيستم، ويتحول في البرايمري جلاند، والعظيم اللي بيحصل فيه كل حاجه اللي هو مين؟ الليفر. يبقى لما اجي اقول لك ايه هو الميتابوليزم بتاع الجالاكتوز، تقول لي لو انا اكلته مش عاوز احوله جلوكوز ده في الليفر بس، لو انا ما اكلتوش ومحتاجه يبقى في التيشوز اللي هتستخدمه تجيب الجلوكوز بقى هي تحوله لجالاكتوز. زي مين؟ اقول له زي النيرفس سيستم وزي الميموري جلاند وزي مين برضه؟ الليفر. طيب ده بيحصل ازاي وده بيحصل ازاي؟ تصوير واحد، يعني هما الاثنين رايح جاي كده، هنعرف ازاي الجلاكتوز يتحول لجلوكوز والعكس، ازاي الجلوكوز يتحول لايه؟ لجلاكتوز. والباسوي ده بالاسماء والانزيمز مش بالفورمولا. بص معايا، اول حاجه ادي الجلاكتوز، طبعا الفورمولا بتاعته سهله بس مش عليك. ادي الجلاكتوز، هنفترض ان احنا اكلنا الجلاكتوز بعد ما شربنا اللبن، فالجلاكتوز ده اول انزيم هيشتغل عليه انت اللي هتقول سيادتك اسمه جلاكتو كاينيز. طبعا انت سعيد جدا لانك انت عرفت المعادله صح؟ لا احنا بنراجع يعني ما بنقولش حاجه جديده. جلاكتو كاينيز ده معناها ايه؟ معناها ان انا هاخد الاي تي بي احوله لاي دي بي. كل الفرق ما بينه وما بين الجلوكوز ان انا كنت لو كان ده جلوكوز كنت هقول جلوكوز 6 فوسفيت صح؟ في الجلاكتوز وفي الفركتوز هنقول واحد بدل 6 بس، يعني هنقول هنا جلاكتوز 1 فوسفيت، ولو جيت على الفركتوز هقول فركتوز 1 فوسفيت. يبقى انا في الفركتوز وفي الجلاكتوز بدخل فوسفيت عند 1، في الجلوكوز بدخل عند 6، يبقى الجلاكتوز هيتحول لجلاكتوز 1 فوسفيت. الانزيم اسمه ايه؟ اسمه جلاكتو كاينيز وبيستخدم الاي تي بي. طيب تعال على الخطوه الثانيه. الجلاكتوز 1 فوسفيت ده لقى مركب عظيم كده احنا لسه واخدينه حالا اسمه يو دي بي جلوكوز. تسمع عنه ده؟ لسه قايلينه دلوقتي اهو. كان الجلوكوز 6 فوسفيت بيتحول لجلوكوز 1 فوسفيت. وبعد كده الواحد فوسفيت بيخش عليه يو تي بي بيطلع بايو فوسفيت، تبقى واحده على اللي موجوده يبقى اسمها ايه؟ يو دي بي، بيبقى اسمه يو دي بي جلوكوز. السؤال يعني اليو دي بي ده اهو ماسك في الجلوكوز عند الكربون رقم كام؟ كان فوق برضه صح؟ حلو. بص بقى، عندي جلوكوز، عندي جلوكوز الكربون رقم واحد فيها يو دي بي، وعندي جلاكتوز الكربون رقم واحد فيها فوسفيت اهي. هقوم عامل ايه؟ شايل دي احطها مكان دي بس، يعني هاخد اليو دي بي دي احطها مكان الفوسفيت، وهاخد الفوسفيت احطها مكان اليو دي بي تاني. بص انا هنقل ايه؟ هنقل اليو دي بي مكان الفوسفيت دي، وهاخد الفوسفيت مكان اليو دي بي. ما هما الاثنين في الكربون رقم واحد. فانا هاخد اليو دي بي من الجلوكوز احطه على الجلاكتوز، يعني يبقى اسم الجلاكتوز ايه؟ يبقى اسمه كده يو دي بي جلاكتوز بدل جلوكوز. ما انا خدت اليو دي بي دي حطيتها مكان الفوسفيت. فالجلاكتوز بقى اسمه كده يو دي بي جلاكتوز. طب امال الفوسفيت دي راحت فين؟ نزلت هنا اهو، نزلت للجلوكوز عند كربون رقم واحد برضه. فبقى الجلوكوز اسمه ايه بقى؟ اسمه جلوكوز 1 فوسفيت. هكتبه هنا، يبقى ده اتحول لجلوكوز 1 فوسفيت. طيب الانزيم اللي عمل النقله دي اسمه ايه؟ اقول له هو نقل مين؟ مين الاساس؟ اليو دي بي صح كده؟ فهسميه كده يوري دايل الهيلويدين، يعني يوري دايل ترانسفيريز. ما تنسيش، يبقى اسمه يوري دايل ترانسفيريز. يبقى الانزيم اسمه ايه؟ يوري دايل، يوري دايل اليوريدين، يوري دايل ترانسفيريز. طيب الجلوكوز 1 فوسفيت ده ينفع سيادتك كلام حضرتك تحوله لي كده لجلوكوز 6 فوسفيت؟ تقول لي اه دي لعبتي، بقى اسمه ايه؟ ميوتيد والانزيم ريفيرسبل صح؟ طيب هو الجلوكوز 6 فوسفيت ده ممكن جنابك تحوله لجلوكوز؟ تقول لي اه برضه دي لعبتنا، ممكن اطلع الفوسفيت ده خدناها في الايه؟ في الجلوكونوجينيس، واستخدم حاجه اسمها ايه؟ فوسفاتيز صح ولا غلط؟ جميل. يبقى انا دلوقتي وصلت من الجلاكتوز لايه؟ لجلوكوز. طب بص معايا، الجلوكوز ده تقدر سيادتك تحوله لجلوكوز 6 فوسفيت؟ تعرف ولا لا؟ بانزيم اسمه ايه؟ جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز. احنا خدناه وانا استخدم اي تي بي. طب الجلوكوز 6 فوسفيت ده ينفع يتحول لجلوكوز 1 فوسفيت؟ ليه؟ لان الميوتيز ده ريفيرسبل.
طب الجلوكوز واحد فوسفيت ينفع يبقى جلاكتوز؟ اه ليه؟ اقول له عشان ده كمان البريزل اللي هو اسمه ايه بقى؟ يوري دايت فوسفيت. يبقى انا لو جبت جلوكوز واحد الفوسفيت عند واحد وقابلته بيو دي بي جلاكتوز ممكن ابدل اخد اليو دي بي للجلوكوز واخد الفوسفيت ده. اتفهم القصه دي؟ طيب يبقى انا كده بحول الجلاكتوز للجلوكوز والعكس. واحد مركز يقول له يا دكتور انت بتضحك عليه. ليه؟ يقول لي عشان انت لما جبت الجلاكتوز عشان تحوله لجلوكوز انت ما عملتش حاجه، انت جبت جلوكوز تاني وجبته صح؟ يعني الجلوكوز ده اهو اللي هو هنا ده جاي من الجلاكتوز ولا انا جايبه اصلا مدخله في التصوير؟ مدخله في التصوير بضحك عليكم بس. طيب ولو انا قلت الجلوكوز ده هيتحول لجلاكتوز، هو انا الجلوكوز ده هو فعلا اتحول لجلاكتوز ولا انا جبت جلاكتوز دخلته انا بس بدلت؟ صح؟ يبقى التصوير ده لا بيحول الجلوكوز لجلاكتوز والعكس. التصوير ده انا بضحك عليه. امال فين بقى التصوير اللي بيحول الاثنين لبعض؟ اقول له ده خطوه واحده هنا اهو. فعلا ده ممكن يتحول لده والعكس. بص بقى ممكن الجلوكوز نفسه اللي هو اسمه يو دي بي جلوكوز يتحول لحاجه اسمها يو دي بي جلاكتوز. قول لي اعملها ازاي؟ انت اللي هتقول اعملها ازاي؟ الف الكربونه 3 مش هي الكربونه 3 هنا هي المعكوسه؟ طب وفي الجلاكتوز 3 و4 يبقى انا لو لفيت 4 خليتها هي كمان شمال يبقى انا حولت الجلوكوز لجلاكتوز. عدلتها يبقى حولت الجلاكتوز لايه؟ لجلوكوز. الانزيم اللي بيحولهم لبعض اسمه اي بي ميليز. عندي كام؟ يبقى الانزيم اسمه كده 4 اي بي ميليز وهو ده المهم جدا جدا جدا. يبقى اللي بيحول الجلوكوز لجلاكتوز فعلا الجلوكوز ده اهو يتحول يبقى اسمه جلاكتوز. ده حاجه اسمها ايه؟ اقول له انزيم اسمه 4 اي بي ميليز. مش احنا خدنا 3؟ خدنا 3 اي بي ميليز في الاكسوز مونوسيل شارت. يبقى ده اسمه 4 اي بي ميليز بيحول دول لبعض. امال ايه اللفه دي؟ امال ايه دي؟ اقول لك دي بقول لك ان انا لو انا عندي جلاكتوز ومش عاوز استخدمه ممكن ادخل في الباسويه جلوكوز ويبقى الجلاكتوز ده في الاخر اتحول لجلوكوز عن طريق مين؟ الجلوكوز ده. ولو انا عندي جلوكوز ممكن في الاخر يتحول ايه؟ لجلاكتوز. بس لو انا عندي الجلاكتوز ده يبقى انا الباسويه ده ما بيحولش مركب لمركب خلاص كده؟ ده بيعمل انتر كونفيرجن بس بين الاثنين، يعني بدل ما يبقى عندك ماده اسمها يو دي بي جلوكوز مش عاوزها انت، مش عاوز يو دي بي جلوكوز، امال عاوز ايه؟ عاوز جلوكوز، استفيد بالجلاكتوز في ان انا احول اليو دي بي جلوكوز ده هو الجلوكوز. طب افرض انا عندي ماده اسمها يو دي بي جلاكتوز ومش محتاجها، مش عاوزها، ممكن استخدم الجلوكوز في ان انا احول اليو دي بي جلاكتوز ده اسمه ايه؟ لحاجه اسمها جلاكتوز 1.2، يبقى انا بحول ده لده او بحول ده لده، ده البصوي ده. اما البصوي الثاني دوت لا ده انا بغير فعلا بغير الجلوكوز اخليه جلاكتوز والعكس. فاهم القصه دي؟ طيب يبقى البصوي ده انت هتحفظه الاسم وهنعرف ايه كمان؟ قال لي هنعرف ديزيز اسمه جلاكتوزيميا. اكتب عليه ثاني كيس مهمه في الكربوهيدرات. خدنا اول واحده اسمها جلاكتوزيميا دي رقم واحد. هناخد حصه كامله كيسز بس هناخد 30 كيس نقعد نحلهم مش هنعمل حاجه ثاني. جلاكتوزيميا جلاكتوزيميا انا دلوقتي هعرف الباسورد واحفظ اسمي عشان اسمعه الحصه اللي جايه. الحاجه الثانيه هاخد كيس اسمها ايه؟ جلاكتوزين. طيب من اسمها كده معناها ايه؟ ايه جلاكتوزين؟ معناها ايه؟ معناها ان الجلاكتوز في الدم. هي دي حاجه غلط؟ ان الجلاكتوز يبقى في الدم دي حاجه غلط؟ اه حاجه غلط. الجلاكتوز مش مسموح له يبقى في الدم. لسه بقول لك اهو لو انت مش محتاج جلاكتوز تعمل بيه ايه؟ تحوله لجلوكوز. بس يفضل في الدم دي حاجه غلط عشان كده سمينا الكيس ايه؟ جلاكتوزين. امال لو الجلوكوز في الدم؟ عادي صح كده؟ امال امتى ما يبقاش عادي؟ لو عادي عشان كده في الجلوكوز بنسميها ايه؟ هايبر جلايسيميا. مفيش ديزيز اسمه جلايسيميا. الجلايسيميا ده النورمال ان الجلوكوز يبقى في الدم دي حاجه نورمال. امتى تبقى اب نورمال؟ لا اما هايبر لا اما هايبو. بس جلايسيميا كده لوحدها ده النورمال. في الجلاكتوزيميا لا انا مش هستنى لما تبقى هايبر جلاكتوزين. هي مجرد ان يبقى فيه جلاكتوزينيا يعني مجرد ان يبقى فيه شويه جلاكتوز قاعدين في الدم كده ده ديزيز. فاهم القصه؟ يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه؟ ها جلاكتوزين. طيب جلاكتوزين يعني معناها جلاكتوز زاد في الدم ليه؟ ايه الكوزس؟ ده اول سؤال هيجي في دماغك. قول والله انا بشرب اللبن بس انا انسان مش طبيعي. ازاي؟ لما الجلاكتوز دخل الدم ما مشيش في التصوير ما هو ده التصوير اللي بياخده يسحبه فحصل بالفكر اما في الانزيم ده اما في الانزيم ده. يبقى انا لما اجي اقول لك جلاكتوزيميا معناها انكريز الجلاكتوز في الدم ليه؟ اقول لك يا اما ديفكت في الانزيم اللي اسمه جلاكتوكينيز لا اما ديفكت في الانزيم اللي اسمه ايه؟ يوري دايل ترانسفيز. طيب وبعدين؟
اقول لك جابوا 100 عيان عندهم جلاكتوزيميا، جاب لهم جلاكتوزيميا، لقوا 90 منهم المشكله في دهون اللي هو اسمه ايه؟ يوري دايل، ده احصى يوري دايل ترانس فريز، يوري دايل ترانس فريز، ولقوا 10 بس المشكله كانت في الجلاكتوكينيز. فقال لك يبقى انا عندي نوعين من الجلاكتوزيمي، عندي نوعين. النوع الاولاني اسمه ايه؟ قال لي النوع الاولاني اسمه اللي بيحصل كتير، المشهور المعروف، اسمه كلاسيك او كلاسيكال جلاكتوزيمي. وعشان كده لما هيجي لي في الام اس كيو يخيرني يقول لي ايه اسباب الجلاكتوزيميا، ويخيرني بين الاثنين، يعني ايه كاتب لي في الام اس كيو الجلاكتوكينيز والدايت ترانسفيز، ما اقطعش الورقه واقول له السؤال غلط. خلاص كده؟ اه هو الاثنين صح، بس لما اجيبهم لي الاثنين اختار مين على طول؟ ها؟ اختار مين؟ اليودايت ترانسفيز، لان هو الكلاسيك تايب بتاع الايه؟ بتاع الجلاكتوزيميا. فيسموا النوع الثاني ده لو لقيته يسموه ايه؟ نان كلاسيك. يبقى لما اجي اقول لك انا عندي كام نوع من الجلاكتوزيميا؟ تقول لي انا عندي نوعين، كلاسيك تايب اللي هو بيحصل كتير، اللي هو السبب بتاعه اليودايت ترانسفيز. والنوع الثاني اللي هو النان كلاسيك تايب اللي هو بيحصل فيه مين؟ ها؟ اللي هو بينقص فيه الجلاكتوكينيز. طيب، ايا كان السبب سواء ده او ده، في الاخر الباسوي ده عطل. سواء عطل عند الخطوه الاولانيه فالجلاكتوز هو اللي زاد شخصيا، او عطل عند الخطوه الثانيه فالجلاكتوز واحد فوسفيت زاد شويه، وبعد كده مين هيزيد برضه؟ الجلاكتوز. يحصل ايه بقى؟ يبقى السؤال الثاني هيجي لي في الكيس، ايه الباثوجينيسيس؟ يحصل ايه بقى؟ لما انا اشرب اللبن وانا ما عنديش الباسوي بتاع الجلاكتوز عطلان فيقوم الجلاكتوز يعلى. أول حاجة الجلاكتوز ده لما بيعلى في الدم الجسم ما بيسكتش، إيه اللي بيحصل؟ بيشتغل عليه إنزيم هتحفظه زي اسمك، اسمه ألدوز ريدكتيز. تقول لي إيه الهم ده بقى؟ أقول لك الهم ولا حاجة، هو الجلاكتوز ده ألدهيد ولا كيتون؟ لا هي مش درجة، ألدهيد ولا كيتون؟ ألدهيد؟ ما هو الدوز، يبقى الجلاكتوز ده الدوز. مين تاني الدوز؟ اقول لكم. طب الفركتوز؟ يبقى الانزيم ده بيشتغل على الفركتوز؟ لا بيشتغل على الدوز، اللي هم عندنا الجلوكوز والجلاكتوز. ماشي. ايه بقى؟ الدوز ايه؟ ريدكتيز. يعني ايه ريدكتيز؟ بيعمل ريدكشن لمين؟ للجلاكتوز ده؟ طب هو انا لما اعمل ريدكشن للجلاكتوز معناها ايه؟ فجي سنه فاتت كنت بقول لك لما اكسد الجلوكوز يبقى حمض، صح؟ طب ولما اختزل الجلوكوز؟ كان بيطلع الكحول بتاعه، كان اسمه سوربيتول حتى بالاماره، صح؟ فانا لما اشتغل على الجلاكتوز واعمل له ريدكشن يبقى اللي طالع مين؟ الكحول بتاع الجلاكتوز. اسمه ايه؟ اسمه خطير جدا، اسمه جلاكتيتول. يوم ده اللي يحصل في جسمك ايه اللي يحصل؟ انت مش عارف تصرف الجلاكتوز في الباسوي الطبيعي، وعندك انزيم كده ربنا حاطه لك في الجسم شغال. الانزيم ده ما عطلش، ما قلتش ان هو عطل، ده دول اللي عطل. فالانزيم ده شغال، يقوم واخد الجلاكتوز ده محوله للكحول بتاع الجلاكتوز. الكحول بتاع الجلاكتوز اسمه ايه بقى؟ جلاكتيتول. الجلاكتيتول ده اول كلمه كده بسم الله الرحمن الرحيم توكسيك. خلاص كده؟ فالجلاكتيتول ده توكسيك. توكسيك لايه؟ تلات حاجات كده في جسمك من فوق لتحت ما تنساهمش. تبدا بالبرين، يبقى هو توكسيك للبرين. وبعد كده الليفر والكورنيا اوف ذا اي. يبقى ثلاث حاجات مهمين جدا توكسيك للثلاثه دول، يروح على البرين سيلز يعمل فيها دامج. الطفل لو اتساب يخش في منتال ريتارديشن، ادي اول مصيبه. المصيبه الثانيه يروح على الليفر يبوظه، يحصل حاجه اسمها ليفر سيروزس، يعني تليف في الكبد. يروح على الاي يقعد في الكورنيا، الكورنيا العدسه اللي بره، انا اسف الايه؟ القرنيه اللي بره دي. الكورنيا دي حاجة ترانسبارنت، صح كده؟ ودي هايدريتد، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مية. لما الكحول ده يخش جواها يجيب المية يعمل لها هايدريشن. يبقى أول حاجة يحصل هايدريشن للكورنيا والإيه كمان؟ وللينس أوف ذا آي. الاتنين الترانسبارنت دول يعكروا ويبقى لونهم أبيض، ولما تبص في عين العيان تلاقيها فيها نقطة بيضة كده، يسموها المية البيضة أو كاتاراكت.
ايه الميه البيضاء دي؟ البروتين اللي انت مش شايفه بتاع اللينس بان، لان ايه لغوش كده عكر خلاص كده، فيسموها ايه كاتاركت. بقى عندها ثلاث مصاريف: مينتال ريتارديشن، سيروزس، كاتاركت. الكلام ده يحصل دلوقتي، يعني افرض الطفل عنده مشكله في الباص ويدا والام بترضعه، هيحصل ايه؟ هل اول ما يرضع كده رجعتين ثلاثه ولا اسبوع اسبوعين ثلاثه تبص تلاقيه دخل اتخلف واتجنن ودخل في سيروس والكلام ده كله؟ لا، عشان كده الحاجات دي كلها ما بتجيلكش في الكيس، مش اصل الحاجات دي كلها بيسالك فيها انت الكل، بس الكيس نفسها يعني هو بيحكي لك الحدوته ما بيجيلكش في الحاجات دي، لان الحاجات دي عاوزه طفل تسيبه وما تعالجوش خمس ست سنين عشان بقى يحصل له منتال ريتارديشن الكلام ده كله يبوظ. امال ايه اللي بيحصل لك في الكيس؟ قانون بقى كده اهو هتكتبه بعرض الصفحه اللي عندك. شوف انا كاتبه في قد ايه اهو، قانون مهم جدا جدا جدا. القانون ده بيقول ايه بقى؟ بيقول لك لو عندك اي ديزيز، مش عصو، لو عندك اي ديزيز هناخده في المرض زاد فيه الجالاكتوز او الفاكتوز ام بلاد، لو اي ديزيز انا قلت لك ان الجالاكتوز او الفاكتوز بيزيدوا في الدم يقل الجلوكوز، والعيان يخش في حاجه اسمها هايبوجلايسيميا. تاني القانون بيقول اي جينيتك ديزيز فيه الجالاكتوز او الفاكتوز زادوا في الدم العيان ده يخش في هايبوجلايسيميا. حاجه بتحصل ساعتها خلاص كده بعدها بساعتين ثلاثه العيان يخش في ايه؟ في هايبوجلايسيميا، يعني الجلوكوز يقل. ليه؟ اقول له لان انا قلت مصدر مهم جدا من مصادر الجلوكوز كان الجلايكوجين بتاع الليفر. لما انا قلت لكم خط الزمن قلت لك اول اربع ساعات بس من الاكل لغايه 18 ساعه انت جايب الجلوكوز بتاعك منين؟ من الجلايكوجين بتاع الليفر. طيب هناخد الحصه الجايه ان عشان الجلايكوجين يتكسر ويبقى جلوكوز ده انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوليوليز. ده الانزيم اللي بيكسر الجلايكوجين ويحوله لجلوكوز اسمه جلايكوجين فوسفوليوليز. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان زياده الجلاكتوز والفاكتوز في الدم يوقف الانزيم ده، يعمل انهبيشن للجلايكوجين ما يخلوش يشتغل، ولو ما اشتغلش يبقى الليفر بتاعك مليان جلايكوجين والطفل بيخش في هايبوجلايسيميا. ليه؟ لانه بعد اربع ساعات مفيش مصدر للجلوكوز. تقول يا دكتور طب والجلوكونيوجينيسيس؟ اقول لك ان شاء الله على ما تشتغل يكون هو الطفل بالذات دخل في هايبوجلايسيميا، لان الليفر بتاعه يا اما تيون ما يقدرش يعمل الشغلانه دي بالطريقه اللي انت متخيلها. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه الاساس بقى في زياده الجلاكتوز والفاكتوز؟ اقول له ان هو بيخش في هايبو ايه؟ في هايبوجلايسيميا. دي بقى اللي بيجيها في الكيس. بص اقول لك ايه؟ طفل عنده سنتين، الام لاحظت ان هو بعد ما اخذ الايه؟ بعد ما رضع كذا مره بقى ريتابول وبالون خلاص كده وسويتي، كل الحاجات دي معايا زي ما بيجيها شويه هبوط كده، ولا خد حاجه مسكره، هو الطفل احسن نفس الكلام. وبعد كده فينتنج، لما راح بيه المستشفى لقوا الجلوكوز بتاعه 45 جرام. هو المفروض الجلوكوز يبقى كام؟ 120 خلاص كده؟ لقوا 45 يبقى ال 45 احنا ناخد الرقم ده كتير قوي، يبقى حصل هايبو ايه؟ اقول له يبقى حصل هايبو جلوكوز، بس مفيش حاجه في كيس تاني. يبقى انت هتكتب بالعربي كده، طفل خد لبن دخل في هايبوجلايسيميا، دي كيس اسمها ايه؟ ها؟ اسمها جلاكتوزيميا. وتجيب تحتها كده طفل اخذ اللبن جاله مغص واسهال وانتفاخ، ده كيس اسمها ايه؟ لان اولهم زي بعض بالظبط. اسمها ايه بقى؟ لاكتيز ديفيشنس. دي حاجه ثانيه، ده كان اللاكتوز اصلا ما طلبش. يبقى اللاكتيز ما اللاكتوز ما طلبش القصه دي، اما القصه دي فيها ايه؟ هقول له فيها الموضوع. طيب تعال بقى عالجه، مش عالجه ازاي؟ يلا عالج الطفل ده ازاي؟ بتاع الجلاكتوزيميا؟ حد يقول؟ اه لاكتوز، لاكتوز فري ميلك. لاكتوز فري ميلك ليه؟ ها؟ عشان ما يعلاش الجلاكتوز. هو لاكتوز بس اللي فيه جلاكتوز؟ اه كاتب له تحتها كده جلاكتوز فري دايت، مش قصده بقى؟ جلاكتوز فري دايت. يروح لواحد بتاع تغذيه
يقول له والله الحاجات اللي فيها جلاكتوز كذا وكذا 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 ما تاكلش الحاجات دي. طيب هيفضل طول عمره ما ياكلش الجلاكتوز؟ ده سؤال بيسيب في الشباب. تقول له لا لغايه 6 سنين. يقول لك ليه؟ تقول له في نظريتين. النظريه الاولى يقول لك ان عند 6 سنين، عند 6 سنين الانزيمز دي كانت اصلا مش موجوده، كانت ان اكتف يعني ما بتشتغلش. بعد 6 سنين بيحصل لها اكتيفيشن، هو بيقول كده بيحصل لها اكتيفيشن وترجع تشتغل تاني. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه يقول لك ان بعد 6 سنين الجسم بيبقى كومبليتلي ماتيوريتد السيلز، وبالتالي الجلاكتيتول ده ما بيأثرش على الحاجات دي. خلاص كده؟ يبقى يقول لي ليه بعد 6 سنين؟ هم مش عارفين. ناس يقولوا الانزيم بيرجع يشتغل تاني، وناس بيقولوا ان السيلز بتبقى ماتيور وبالتالي الجلاكتيتول ما بيأثرش. ايه؟ ما بيأثرش.